Voilà. Donc, on a le site de France Visa. .gouv.fr. On a le lien dans la boîte de description. On a le wasf pour que vous puissiez entrer. اول حاجه غادي فاش تدخلوا لهاد لاباج غادي يكون عندكم هنا مون كونت. الا كانوا ديجا كنتم دايرين يعني الا كنتو ديجا مكريين ان كونت سي بون، تقدروا ديروا غير ادريس كوريال وديروا لو مود باس وتدخلوا ديريكتومون. الا كان ما عندكمش تقدروا انكم تكريو ان كونت. ها هي كريي ان كونت، يعني ساهل، غادي ديروا غير الاسم العائلي والاسم الشخصي وديروا لادريس كوريال ديالكم، يعني لادريس نتاع الايميل ديالكم هنا، وتعاودوا تكتبوه هنايا. وهنايا على لا فان هنايا كيطلبوا منكم اش من لغه، واش الفرنسيه واش الانجليزيه واش الاسبانيه، وكذلك هنايا كيقولوا لكم انكم تعاودوا هاد الرقم اللي كتشوفوه اللي كيعطيوه لكم كتعاودوا تكتبوه هنايا، وكتكليكيو على هادي كريي ان كونت صايي، وكتكريا لكم لو كونت، وكتجيو هنايا سو كونيكتي ا مون كونت، راه غير حداها غادي تكليكيو هنا وغادي تكتبوا هنا، غادي ديروا الادريس ايميل ديالكم وبطبيعة الحال لو مو دو باس ديالكم، وهنايا تشوفوا واش باغيني افيشي لو مو دو باس ولا لا، المهم هذاك الشيء نتوما، و سو كونيكتي صاي. دابا هذه المرحله الاولى في لو كونت نتاع في لو بنت بغيو انكم باش تشدوا لو فيزا، هذا هو لو شدو رونديفو الفيزا بلوتو. هذه هي المرحله الاولى انكم تكريو ان كونت فرانس فيزا. دابا غادي ندوزو نشوفو المرحلة الثانية. المهم كي كتشوفو انا جيتي اوبليجي باش البنات نحل ان نوتر ايميل، هكذا غير باش نوريكم، حيت ما بغيتش ندخل بالايميل ديالي اللي هو نيشان، حيت انا هاد ليطاب بغيت نوريها لكم غير هكا باش تعرفوا. المهم نتوما تكملوا من عندكم، يعني نتوما تعمروا لا فورمي لي فورمولير نتاع لي كوردوني المهم ديالكم كاملين. بغيت نقول لكم فوالا فاش هكا في الكوريال، حيت فاش كتدخلوا هذاك الكونت المهم غادي يوصلكم هذا لو نيميرو اللي هو تومبورير، ولكن غادي يقولوا لكم انكم خصكم تشونجيوه وانكم تدخلوا 12 كاركتر في لو مود دو باس ديالكم. المهم كل شيء واضح، وانكم ديروا دي كاركتر سبيسيو كي سون اوتوريزي. المهم نتوما ديروا ان شيفر، ديروا ان لتر ماجيسكول، وهذوك لي كاركتر سبيسيو دخلوا سوا دياس سوا ايغال سوا المهم دي كاركتر سبيسيو باش هكذا كيجيو 12 نتا في لو مو دو باس. الوغ من بعد هادشي نشوفو لا باج ديال فيزا فرانس. الوغ هادي هي لا باج اللي غادي تيفيكتيو لا دوموند دو فيزا، هنا غادي تكليكيو، ابخي غادي تمشيو هنا غادي ديرو اكسيدي على دوموند دو فيزا، وهنا غادي تبداو تعمروا في هاد لي روبريك تعبروا كاملين. المهم غادي ديروا الناسيوناليتي ديالكم. الو هنا غادي يعطيوكم جميع الدول، اللي كان من الجزائر للجزائر، اللي متونس ديال متونس، اللي مغربي ديال المغرب. انا غادي نحاول ندير ماروك، غادي نوطا في الكلافيي على لاتر ام هكا باش يسهل عليا نلقى لو ماروك. ناسيوناليتي ماروكان، الوغ ماروكان ماروكان. فاش كتبقاو توطاو على الام توطاو توطاو، شوفوا هنا لاحظوا كيتشونجا غير بوحدو، ها هما شت الدول كيتشونجاو حتى نتلقى ماروكان. دزتها الوغ الي لا فوالا. ابخي هنا كيسولوكم اسئله، غادي تشوفوا نتوما واش مسافرين مع شي واحد من لونيون اوروبيان وديروا. المهم انا غير كندير يعني نو ليو دو ريزيدونس دو ديبو دو لا دوموند. الوغ فين ساكنين دابا؟ مغرب ولا جزائر ولا تونس؟ المهم انا درت ام 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 طونطي يعطيني ماروك فوالا. الوغ ماروك انا باغ اكزومبل لا فيل دو ديبو انا اللي ندير وجده باغ اكزومبل. تيب دو فيزا دوموندي واش غادي ندير؟ ندير لونغ سيجور فوالا. انا كنعطيكم يعني كيفاش كديروا تعمروا لا روبريك نومبر دو موا دو سيجور، نتوما غادي تشوفوا بما انها لونغ سيجور الوغ نقدروا نديروا دو اونتر 6 موا ان نو، يعني هادو غير حوايج تعمروا، هما راهم عارفين الفيزا اللي غادي يعطيوكم، يعني غير نتوما تعمروا شنو هنايا. الوغ ديستيناسيون برينسيبال دو سيجور فين غاديين؟ غاديين لا فرانس فوالا، فرانس متروبوليتان. Alors le bnet. Alors votre document de voyage. Autorité métrique de document de voyage. Alors Maroc. OK.
البنات راني اول مره كندخل لهاد الصفحه هذه الوغ سا مو برون ان بو دي طون بور فوار باسكو راني دابا عاد حليت هذاك الايميل اللي قلت لكم جديد باش ندخل نشوف هاد او ميم طون هكذا تشوفوا تقدروا ديروا لا دوموند بوحدكم. الوغ هنايا دوكيمون دو فواياج بطبيعه الحال لو باسبور هنا لوتوريتي اللي عطات لكم لو دوكيمون دو فواياج سي لو ماروك نيميرو دو دوكيمون دو فواياج هنا غادي تدخلوا الرقم ديال نتاع لو باسبور ديالكم هنا غادي ديروا لا دات فوقاش عطاو لكم التسليم نتاع لو باسبور وهنا لا دات فوقاش يكمل لو باسبور. المهم انا ما غاديش نقدر ندير هاد المعلومات حيت ولكن ناقصني المهم غادي نحاول ندخل ديفو يعني واخا غير هكذا باش نقدر ناكسيدي ولا دوزيام باج باغ اكزومبل. الوغ دات نيميرو دو دوكيمون دو فواياج اوك date de délivrance par exemple on dira le 7 de 2020 date d'expirer alors il va expirer va on dira le bénéfice par exemple le 10 nous allons dire les informations qui sont dans le passeport ديالكم مهم باش ما يوقعش شي غلط تبعوا ديروا نفس لي دات انا راني غير كنحاول نوريكم لا باج اللي غادي تدخلوا فيها كيفاش دايره هادي فوتر بروجي votre projet tablette le hal غادي ديروا installation famille ou installation familiale ou privée majeure فهاد la rubrique هنا motif principal du séjour tablette le hal غادي يكون regroupement familial ça y est غادي ديروا sauvegarder ou après vérifier ok alors au dero suivant alors vous avez saisi le numéro de commande de voyage confirmez vous saisi alors il me demande bin le numéro de le passeport yani machi vrai avec le numéro parce que redarto j'ai un message il dit je crois que c'est confirmé bli hada houa le numéro ديالك oui فهمتوا انايا كندير المهم غير باش alors après que tu la page zaouja qui dit لكم غادي يعني le sexe il a contour le مهم كان راجل يدير masculin كانت مرأة دير féminin le nom غادي تدخلوا le nom ديالكم غادي تدخلوا كذلك le prénom ديالكم كتدخلوا la date فاش تزاديتو la nationalité actuelle اللي راها عندكم جزائريه تونسيه مغربيه ou nationalité d'identité national d'identité ou le numéro de la carte comme nationale du Maghreb ou jazairia ou l'allemand comme l'état civil le nom de naissance l'ism dit ou bien ou dire la date de naissance d'elkom ou dire le pays de naissance d'elkom ou dire la nationalité les dit ou bien aslan ou naya dit amour vos coordonnées à dire l'adresse dire le code postal نتاعكم وديروا المدينه اللي ساكن فيها والبلد اللي ساكنين فيه لو نيميرو دو تيليفون ولادريس وهنايا غادي المهم بعد الاسئله اللي هي يقول لك واش كتسكن في شي ريزيدي فو دون ان باي اوتر كو سيلوي دو فوتر ناسيوناليتي اكطويال مهم لا فوتر فامي رجوانيي فو او فواياجي فو افيك نومبر دو فامي ريسورتيسون فرونسي المهم الا كان مثلا باغ اكزومبل راجلك غادي هو اللي يجي يديك وعندو الجنسيه الفرنسيه غتقولي مثلا وي الا لا نو المهم ولا عندك شي واحد الاخ ديالك غوسيرتو سون فرونسي ولا المهم نتوما تشوفوا على حسب لا سيتوياسيون ديالكم. الوغ هنا فوتر اكتيفيتي ومن بعد ديروا سوف غاردي يعني ومن بعد ديروا سويفو انايا ما غاديش نقدر نكمل معكم ليطاب تاع التعليم المهم غير وريت لكم باش غادي تعرفوا راه ساهل غادي من بعد حيت انايا درك باش غادي نعمر هاد لي كوردوني كاملين خاصني نعطي الاسم ديالي ونعطي انا داخله غير يعني غير بفو كيف كنقولوا غير يعني ماشي دنيشان ما داخلاش يعني بلي كوردوني اللي هما فري
غادي غير نقول لكم كيفاش الطريقه. دابا فاش غادي ديروا سوف غاردي وغادي ديروا سويفون، غادي تدخلوا يعني لاباج الثالثه اللي غادي انكم تعمروا فيها، وفي الاخر انكم هذاك الشيء اللي عمرتوه غادي تيليشارجيوه، غادي تخرجوا هذوك الاوراق الثلاثه، غادي تامبريميوهم، وفي الاخر غادي يكون معاهم واحد لو غوسو اللي هو غوسو مانيش عاقله كيسميتو، غوسو دو كونفيرماسيون ولا شي حاجه، المهم بحال هكذا. وغادي تخرجوا هذوك الوراق، وهذوك الوراق هما اللي غادي تديهم معاكم يعني في لو رونديفو ديال نتاع فيزا فرانس. المهم نتمنى انه كنت يعني الشرح كان واضح، حاولت انني نوري لكم يعني لو سيت اللي غادي تدخلوا ليه، ومن بعد كذلك تقدروا تدخلوا التيليس كونتاكت وانكم ديروا تكملوا يعني لي ديمارش ديالكم. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يعني كنت فاتكم شي حاجه وانني سهلت عليكم شي حاجه، ونقول لكم ان شاء الله نشوفوا فيديو قادم. شكرا لكم.